التحرش والاغتصاب من السفاحين ما كانش مقتصر على البنات فقط. عندنا مثلا توربيني أشهر مغتصب أطفال عدى على مصر من 2004 حتى 2007، 4 سنين مفيش طفل ينزل الشارع من غير أهله، علشان كده كان معظم الأطفال المغتصبة من أطفال الشوارع. اسمه الحقيقي رمضان منصور. رمضان وهو صغير كان بيشتغل في السكة الحديد، وفي يوم وفي وقت متأخر عامل من العمال اعتدى عليه فوق القطر. رمضان فضل يستنجد بكل الناس حواليه، لكن للأسف محدش سمعه، وبعد ما عمل عملته رماه من فوق القطر، وده اللي سبب له إعاقة دايمة في عينيه. كبر رمضان وأصبح المشهد بيتكرر قدامه طول الوقت، علشان كده كان بيحس بمتعة لما بيقتل الأطفال بعد ما يغتصبها، وكأنه بيرد حقه اللي ضاع منه. لكن رمضان ما كانش بيرميهم كده وخلاص، وكان بيستني القطر لما يكون معدي ويرميهم تحت